حقيقة في تصرفات كان يستعجل ونزق وجريء عند بعض الجرعة في الطرح، ما كان يحسب هذه الحسابات. وكانت علاقته مع محمد عايش وآخرين قوية جدا في لقاءاته معه، لكن محي الشمري أجبر إن لم يكن أغري، لأنه يعرف نفسه أنه راح ينعدم وهو سبب مشكلة. ساوموه، تحكي هذا الحكي سنعفو عنك، وإذا ما تحكي راح تنتهي. فهو صدق مثل الواحد الغري قد شبث بقشة. فما حكى وما تحدث به محي الشمري وحدد به من أسماء إنما كان شيئا معدا له في التحدث به وفي تشخيص بعض العناصر والأسماء التي أعلم عنها.